هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا هنعمل ريفيو عن منتجات من ماي واي، والنهارده الفيديو الثالث تقريبا. لو عايز تعرفي ريفيوز عن منتجات اكتر ارجعي للفيديوز. النهارده هنعمل ريفيو عن مجموعه سوبرايز اللي هي لتفتيح البشره من ماي واي، فخليكي معايا لنهايه الفيديو. النهارده ريفيو عن مجموعه سوبرايز من ماي واي. المجموعه دي بتتكون من الغسول، وده شكله، وبعدين هنا عندنا ده ماسك لتفتيح وإشراقة البشرة، وهنا كريم لتفتيح البشرة، وآخر حاجة مش معايا اللي هو كريم الهالات. هو حصل في الموضوع كريم الهالات ده حوار هحكيه لكم في الآخر. المهم، الغسول المفروض ان هو بخلاصة الليمون مخصص للبشرة الدهنية او المختلطة. مكوناته معايا مش الطف حاجة، مكوناته مش حلوة، في عطور، في كحول، في بارابين. المفروض اني بستخدميه يوميا. انا استخدمته وما كانش حلو معايا، حسيت ان هو بيجفف بشرتي، وبعد تاني استخدام او تالت استخدام بدأ يطلع لي حبوب وانا بشرتي مختلطه. ممكن يكون هيبقى كويس مع البشره الدهنيه، لان بنات قالت لي كتير ان هو حلو، بس انا يعني بصراحه ما كانش الطف حاجه. هو نظف بشرتي، ايوه، بس كانت مشكلته الوحيده معايا ان هو سبب جفاف شويه للبشره. فممكن بعدها ان انا استخدم مرطب لو انا عايزه مثلا ما معيش امكانيات او ما معيش فلوس حاليا واجيب الغسول ده، فطبيعي ان انا برضو هفضل استخدمه بما اني اشتريته. ده كان الريفيو عن اول حاجة. تاني حاجة عندي هنا ماسك لإشراق ونضارة البشرة مخصص برضو للبشرة الدهنية او المختلطة. ده حجم الماسك، برضو المكونات بتاعته مش حلوة، كلها كيميكالز. المفروض انت مكتوب عليه بتستخدميه مرتين اسبوعيا لتنظيف البشرة. شفتي، هوريلك برضو شكله من جوه. شفتي مثلا لما بتكوني عارفة الماسك بتاع النشا وبودرة التلك، عارفه الماسك ده بتاع بودره التلك، ويبقى بتحس ان انت وانت عامله الماسك تعملي كده تلاقي بقى فيه بودر كتير. هو كان نفس الموضوع معايا. شوفي، هو ده شكله اهو. بتبداي ان انت تفرديه على البشره، تفردي طبقه منه، والمفروض ان هو بيدي نضاره. هو فعلا سبته على بشرتي لمدة 10 دقايق وبعدين نشف، وكنت بحس ان هو بيتحول لبودرة تلك بالظبط، كماسك بالظبط، مفيش اي اختلاف عن بودرة التلك. ما انكرش ان انا بعد ما غسلته لقيت الافكت بتاعه حلو ونور بشرتي شوية، بس يعني في المجمل لا، انا مش هكرره تاني. معلش، انا اسفة يا ماي واي، انا مش هكرره تاني. اخر حاجة اللي هو كريم تفتيح البشرة بخلاصة الليمون. المفروض ان الكريم ده لتفتيح البشرة ومخصص لبشرة الوجه. الكريم ده ما فتحش خالص البشرة، بل بالعكس طلع لي حبوب وما كانش كويس خالص. هو خفيف، بصي اهو، كأنه لوشن. فبدأت ان انا بما اني ان انا اشتريه قررت ان انا استخدمه لبشرة الجسم. ريحته كلها ليمون، ريحته فظ قوي. كان لبشرة الجسم كان حلو جدا وترطيبه حلو جدا، لكن ما فتحش ابدا بشرة الجسم. فما تحاوليش ان تستخدميه على بشرة الوجه. نيجي لاخر حاجة برضو اللي هو كريم الهالات. انا كنت طالبة المجموعة كاملة على اساس ان انا اعمل لك ريفيو. المجموعة كاملة مثلا سعرها هقول لك من ده شكل الاسعار اهي. بصي، المجموعة كاملة الغسول ب 13 جنيه، كريم التفتيح ب 10 جنيه وربع، الماسك ب 6 جنيه، ايه تاني، المفروض كريم الهالات السودا ب 9 جنيه وربع. بس كريم الهالات مجاش، وجالي بداله الكريم ده من مجموعة سوبرايت. المفروض ان ده مخصص تقريبا، هو مش مكتوب عليه مخصص لايه، بس هو كريم تفتيح الجسم غني ببروتين الحليب وبودرة اللؤلؤ. ده جالي مكان كريم الهالات بدون اي سابق انذار. دي حاجه ضايقتني وانا شاريها اصلا عشان انا اعمل لكم ريفيو. بس ما ينفعش ابدا ان انا اختار كريم للهالات ويبقى حتى مش موجود في الشركه وتبعتوا لي ده مكانه. دي حاجه مقززه جدا للعميل، حتى لو المنتج عجبه او ما عجبوش، حاجه وحشه جدا. اتصلوا اسالوني، يعني طب بلاش تسالوني، قولوا لي ده مش موجود وهنحجزه ولما يوصل ابعته لي. فدي حاجه بصراحه ضايقتني. الكريم كمجمل هو ده كريم المفروض لبشره الجسم، ده حلو قوي، مش بيفتح ولا حاجه بس حلو. يعني هي اغلب الكريمات بتاعه ماي واي حلوه جدا للجسم، لكن للبشره وحشه. بصوا، هو الكريم اهو لما بتحطيه بتحسي كانه جير شويه. طبعا الكريم كله روايح، كله بارابين، كله مواد اسيه. يعني شايفه انا حطيته على بشره جسمي
تحس ان هو بيغير شويه معاكي، فانتي ممكن تستخدميه لبشره الجسم هيكون حلو معاكي، بس مش هيدي تفتيح خالص، او لايديكي برضو هتلاقيه حلو، لكن طبعا ما ينفعش ابدا تستخدميه لبشره الوجه. في المجمل ده كان كويس لبشره الجسم، وده برضو الكريم التفتيح برضو تستخدميه لبشره الجسم. الغسول شغال معقول، ماسك الماسك ده برضو حلو شغال. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس الصغنوني اللي جنبه عشان تضمني يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه لكم. باي باي.